كارثة حقيقية تعرفها سبع قاعات للسينما بقسنطينة بمدينة عمر فيها الفن السابع منذ زمن. ها هي اليوم تتحول إلى مكان للأشباح، حيث للنفايات والقاذورات مكان بها تغطيه أسقفها الهشة والعينة سينما الرمال. في قسنطينة كانوا مثلا سبع قاعات اللي كانوا معروفين، كانت لابيسي في بلفيل، فيرساي في سيدي مبروك، الرويال، الى اخره. تسمى كان في كل كارتي براتيكمون صال سينما، وكان اختصاصي حتى في القاعات. كاين اختصاص، كاين الافلام الشرقيه، كاين الافلام الرومانسيه، كاين الافلام الهنديه. مخزن جدا حال هذه الفضاءات الثقافيه اليوم، بعدما كانت سببا في تشكيل جزء من الوعي الثقافي بالامس القريب، الا ان بدايه الخراب كانت في تغيير بعدها من الثقافي الى التجاري. كي تدخلي درك القاعه كي تولي 20 سنه و 30 40 سنه للوراء، يعني تغيض. يعني قاعه كيما هذه ابوندوني، شافوا وخموا في الوقت هذاك باللي القاعات لازمهم يسلموهم الناس اللي يعني مختصين في السينما، ولكن لا يتدي تورني للناس اللي ولات عندهم دراهم واللي عادوا يديروا لي فيلم نامبورت كوا، يجيب كاسات ويعقب تجاريه بوكو بلوس كو عندها بعد يعني ثقافيه ولا توعويه. في ظل غياب جهة واضحة بعيدا عن مديرية الثقافة للحديث عن هذا الوقف إن صح التعبير، يبقى للفنانين آراء مختلفة بين حاجتهم في استرجاعها أو التفريط فيها. ثقافة القاعات يونا بلو، بكري كان واحد يخرج من الكارتي تاعو يروح للقاعة السينما ويتفرج الفيلم تاعو به بالعائلة الى غير ذلك، وهذه كانت بمثابة تربية وتثقيف للمجتمع للعائلات الى غير ذلك. لي سال سون رويني كيما يقولوا، راه قلت لك راحوا يعني كيما السويقة، شتي السويقة سي لا ميم شوز. كي تروحي تشوفي مثلا الرويال رابت ديفينيتيفمون، لا بي سي كيف كيف، مادام رانا عندنا هالقاعة هذه مثلا تاع الخليفة وإلا تاع ملك حداد وإلا حتى الزينيت إلى آخره، نظن باش يروحوا يرموا هذوك ما شغل ما كان له. نتسناو الكشمة تكون اون ديسيزيون بوليتيك، اون ديسيزيون عامة هكاك بور بروندر ان شارج هاد لي سال. هو هكذا حال الفن عندما يدفن في مدينة الإبداع. سبع قاعات للسينما للأسف بقسنطينة نسيت تماما من طرف الإطارات المسؤولة، تحولت بين هذه السنوات إلى وكر لكل ما من شأنه أن يحول هذا الفن إلى مفرغة عمومية بامتياز، للأسف في ظل صمت رهيب ومطبق من طرف الوصايا وكذلك الإطارات المحلية. راضية بالجدوي للجزائر يوان قسنطينة.